نأتي إلى نهاية الكتاب، مراجعة عامة في التراكيب والأساليب. أقرأ نص الحديث النبوي الشريف الآتي ثم أجب عما يلي: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. استخرج من النص نائب فاعل، يريد منا أن نستخرج من هذا النص نائب فاعل. إذا نحن بحاجة إلى أن نبحث على فعل مبني للمجهول. لدينا رفعت الأقلام، وليست التاء حركت بالكسر منعا لالتقاء الساكنين أعزائي. الأقلام هي نائب فاعل، فعلا لازما أي لا يأخذ مفعولا به. نرى الآن: استعن، استعن بالله. ظرف زمان لدينا هنا يوما، يريد من استخراج شبه جملة ظرفية مكان، شبه جملة ظرفية. إذن هو بيريد مني أن أجد ظرف مكان وأخذ ما يليه، ولا وهو المضاف إليه. لدي خلف النبي، خلف هذا الظرف، وما يأتي بعده هو مضاف إليه. نكمل فعل أمر، لدينا احفظ، احفظ الله يحفظك. فعل مزيد بحرف واحد، يريد مني أن أتي بفعل فيه زيادة فقط بحرف واحد. لدي الفعل أعلمك، أعلم، هو من الفعل علم، تمام. الألف هذه ليست حروف زيادة، أعلمك هذه الشدة وهي مزيدة بالتضعيف، من حروف الزيادة التضعيف. الآن بين نوع التاء في كل مما يأتي. وإذا استعنت فاستعن بالله. استعنت، التاء هذه هي ضمير المخاطب. كنت خلف النبي، كنت هي تاء المتكلم، هنا تاء المخاطب. جفت الصحف هذه التاء الساكنة، تاء التأنيث، أعتذر، تاء التأنيث الساكنة التي لا محل لها من الإعراب. حركت بالكسر هنا منعا لالتقاء الساكنين. إن أعلمك كلمات، هذه التاء هي من جمع، أو تاء جمع المذكر، تاء جمع المذكر السالم. الآن أعرب ما تحته خطف النص، يريد مني أن أعرب. هنا لدينا كلمة سألت، ولدينا كلمات، ولدي ينفعك، يضروك، والصحف. سأعربها لكم على حدة. وصلنا إلى الإعراب، قلنا الآن أنا نقلت الكلمات هنا، ستنقلها أنت. نأتي إلى الكلمة الأولى، كلمات. انظر ما إلى ما سبقها: إني أعلمك كلمات. أعلم هو الفعل، إني أعلمك، أعلم هو الفعل، أعلم من؟ أنا أعلم. ماذا أعلم؟ أعلمك. هل اكتفى بمفعول به واحد؟ لا، إذن الفعل يعلم، وعلم لا يكتفي بمفعول به واحد، نحن بحاجة إلى مفعول به ثاني. إذن كلمات مفعول به ثان منصوب بالفتحة، أعتذر، منصوب بالكسرة، ذلك لأنه جمع مؤنث سالم، بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. إذن أعيد، هو مفعول به ثان منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. ستأخذ هذه القاعدة في الصف الثامن إن شاء الله. نأتي إلى المثال الثاني أو المطلوب الثاني. لدي الفعل سألت، سأل نقول هو فعل ماضي مبني على السكون،
مبني على السكون لاتصاله بتاء المخاطب. التاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. من الذي يسأل؟ أنت. الآن لدي الفعل ينفعك. حتى أعربه أنا بحاجة أن أرى بلا ما سبقه. أن، وأن هو حرف نصب، وينفع فعل مضارع، لكن ينفعك هو من الأفعال الخمسة، إذن هو فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. هل اكتفيت بالإعراب؟ لا. لدي الواو، هي ضمير متصل، واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. ينفعهم ماذا؟ أنت. إذن الكاف هي كاف المخاطب ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. لدي الفعل يضروك. الفعل يضروك لم يضروك، سبقها جازم، وهي أيضا من الأفعال الخمسة. إذن فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة.